للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير موقع وجريدة البوابة نيوز. دكتور داليا، برحب بحضرتك إلى هذه النشرة. ويعني منذ ما يقرب من 15 عاما وصناديق الإخوان في فرنسا تتلقى الدعم، لماذا الآن والآن فقط فطنت وانتبهت السلطات الفرنسية إلى وجوب مراقبة تلك الصناديق؟ أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني كنت معكم من نوفمبر الماضي مع أستاذ أحمد الطهري في برنامج كلام في السياسة، وقلت على مسؤولياتي الشخصية وقتها أن هناك تحقيقات وإجراءات تقوم بها السلطات الفرنسية إنذاك للتحقيق في أموال مشبوهة وفي تبرعات يتم صرفها على أنشطة إرهابية وأنشطة متطرفة لجماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا. سؤالك سؤال مهم جدا، لماذا الآن انتبهت فرنسا؟ ألم تكن فرنسا تحمي جماعة الإخوان المسلمين؟ وليست فرنسا فقط، فرنسا وأوروبا بالكامل كانوا يطلقون على هذه الجماعات أنها جماعات ديمقراطية مضطهدة في بلادها، وأتت لترى أوروبا ملاذا أمنا. الآن أوروبا تعاني من تغيير الهوية وتدرك مؤخرا خطورة هذا المنهج الإخواني في تغيير الهوية الفرنسية، وأيضا كان من أحد الأسباب هو الكاريزماتية في استخدام أصوات المسلمين في الانتخابات في هذه البلاد الأوروبية. وأيضا حينما لاحظت منذ أكثر من 4 سنوات فرنسا حينما قاموا بسن قانون الجمهورية الفرنسية أو احترام قيم الجمهورية الفرنسية، حينما أدركوا أن هناك اختراق كبير بالتعليم في فرنسا من خلال المخابرات الفرنسية، كشفت في مذكرة بثتها في قناة أوروبا وان للجمهور عن حقائق مرعبة تثبت مدى اختراق الإخوان الإرهابية للتعليم في فرنسا، وذلك من خلال مدارسهم الخاصة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية التي يدرسون فيها مناهج. طيب دكتورة داليا، ما النتائج المترتبة على مراقبة تلك الصناديق الآن؟ أعتقد أن هذه الضربة ضربة قاسمة في ظهر جماعة الإخوان المسلمين، لأن التمويل شيء مهم جدا بالنسبة لهم. أنت يعني تضربين في المنتصف الجبهة، أيضا هذه ليست يعني لن تكون هذه المرة الأولى أو الأخيرة لضربات أوروبا في الفترات القادمة لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لأنها يعني اكتشفت حجم تغيير الهوية. وقلت أيضا من قبل معكم أن وزير مالية الإخوان المسلمين في أوروبا إبراهيم الزيات، هذا هو المسؤول عن بناء أكثر من 1000 مسجد في أوروبا من خلال هذه التبرعات. وقلت أنني حصلت على معلومات بنفسي من خلال حوار أجريته في البوابة نيوز مع الشيخ عبد الصمد اليزيدي نائب رئيس مجلس مسلمي ألمانيا، والذي جعلهم في المجلس منذ عام يجردوه من كل مناصبه داخل المجلس، وهذا لا يعني انتهاء نشاطه، وإنما أصبح يقوم بنشاط الجماعة خارج مظلة المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا. خليني يعني أنفرد مرة أخرى معك على نفس الشاشة إكسترا نيوز بمجموعة من المساجد التي ترصد الآن والتي معروف بدعمها وتبرعات الإخوان لها، لصرف هذه التبرعات في أنشطة ليس لها علاقة ببناء المساجد، وإنما تتخذ هذا ستارا لها. بداية مسجد السلام بنانيت التابع لجمعية غرب فرنسا الإسلامية، والتي تمثل الفرع الإقليمي لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ويتم تمويله بمبالغ كبيرة جدا غير معلومة من قبل مؤسسة معروف ولائها لجماعة الإخوان المسلمين. مسجد الرحمة بستراسبورغ، والذي تقوم بإدارته جمعية الإصلاح الاجتماعي التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا. مسجد داسو في أرجونتويل في منطقة فال براوس، وهو مسجد يتبع جمعية السلام ويديره المغاربة من اتحاد مسلمي فرنسا. وفي 2015 تلقى المسجد تبرعات إخوانية قدرها 2 مليون يورو. مسجد يوتيز والواقع في منطقة موزيل وتدير جمعية الحياة الثقافية للجالية الفرنسية. مسجد جاليك الذي يستوعب 260 مصليا. مسجد سانت دينيس في منطقة سانت دينيس، ويتبع هذا المسجد اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، واللي كتبت عنه صحيفة ليبراسون في 26 ابريل 2013 انه يتردد على هذا المسجد والمؤسسة التي تديره شخصيات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد في الفترة القادمة هتعلن السلطات الفرنسية عن أسماء هذه المساجد وحجم التبرعات التي تلقتها،
أوجه الصرف التي تم صرف هذه الأموال فيها، حجم الأموال مرعب، حجم التمويل مرعب. نعم، إذن هل نستطيع القول دكتور داليا بأن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت مطلوبة أو ملاحقة أمنيا في الدول الأوروبية الآن؟ نعم، الآن أصبحت مطلوبة. أعتقد بلجيكا وألمانيا كانوا أكثر وعيا في هذا الملف، ولكن فرنسا الآن بدأت أن تستفيق لهذا الخطر. ولكن تعلمين أن القوانين الأوروبية معرقلة بعد الشيء لملاحقة هذه الجماعات، ولكن أعتقد أن في الفترات القادمة ربما نرى إجراءات أكثر حتما يعني لإعلان جماعة الإخوان المسلمين في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية كجماعة إرهابية، وأعتقد أن هذه ستكون الضربة القاسمة الحقيقية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير موقع وجريدة البوابة نيوز.